يا اخواننا، احنا هلا موجودين ما زلنا في كنيسة القيامة، واذا بنطلع هناك فوق حنشوف الكنيسة دي. الكنيسة بيسموها كنيسة قلب الامم او مركز الارض، فدي اللي هي مركز مهم، كنيسة نص الدنيا. نص الدنيا بيسموها نص الدنيا لانه تعتبر دي مركز الكرة الارضية. لا واللي عندنا لا، ودي عندنا اثريه. كويس طفيته. ده هيكل اسمه هنا هيكل المجدليه، وعندنا كمان في المنطقه دي تم ظهور السيد المسيح للسيد العذراء، لانه هناك برا في الخارج كان ما كانش زي كده، كان موجود حديقه بستان اللي هو ظهور المريمات يعني. بالضبط لما صار، فده ما كانش زي كده خالص، وكان طبعا مفتوح، ما كانتش الكنيسة. يعتبروا هنا ظهور المجدلية ما بعد القيامة؟ لا، هو ظهور المسيح للعذراء. ده للمريمات اللي منهم العذراء. بالضبط للمريمات. فبنكمل. دي الكاثوليك، احنا نركز في الاشياء بتاعتنا. طيب وين؟ هنا يا اخواننا الموجز المبسط عن كنيسة القيامة اللي بيشرح لنا. طبعا صار تهديم عدة مرات للكنيسة، يعني منها مثلا 1009 للظاهر بيبر، وحاكم جه وحطم الكنيسة، وكمان بفترة الحاكم الأمر بأمر الله، حاكم بأمر الله هو كمان هدم الكنيسة. بس ما شاء الله بنشوف هنا بعض البقايا الصليبية الموجودة في بناء الكنيسة وما زالت قائمة، ودي على فكرة حجارة يعني مأخوذة من مناطق من الأراضي المقدسة. طب عايزين نروح مكان ده اكتشاف الملكة هلنا لل طيب هنروح دلوقتي والقبر بتاع يوسف ونيكوديموس. ده بيجي هناك لو تعال نشوف القبر يوسف ونيكوديموس الأول، لأنه جنبنا قدام القبر. هم رفضوا يدفنوا بنفس القبر لأنهم قدروا اللي عمله السيد المسيح. فهناك موجود القبر، ودي الكنيسة بتاعتنا احنا مش كده؟ بالضبط القبطية، ده الكنيسة القبطية، جزء مهم في القبر المقدس للأقباط طبعا. مش هنعرف طبعا نشوفها عشان هم جوه دلوقتي. ده اللي فيه مكان الراس بتاع المسيح بتاع بالضبط، وفي موجودة تحت الهيكل هناك. انت ممكن تشوفها، هي الأصلية ما زالت موجودة لغايه الوقت، لانه في اطراف كثيره من القبر المقدس اتهدمت. تمام. تعال. ايه دي؟ روعه. طيب احنا ما زلنا في قلب الكنيسه. دي لوحة قديمة جداً جداً وأثرية، اللي هي بفترة لوقا الطبيب اللي رسمها للسيدة العذراء، بس هي مش باينة أول، بس ممكن إحنا نطلع هنا. هنا نبص هنلاقي هنا يا أخوانا شكل السيدة العذراء، بس دي لوحة قديمة وأثرية وليها معنى كبير قوي من أكثر من 2000 سنة. حلو؟ هنشوف الفترة هناك القبور. في على فكرة يوسف الرامي نيكوديموس القبور الحقيقية. نحاول نضوي الفلاش هنا وندخل. يا قدسي أبونا نشوفها. ودي على فكرة قبور يعني من الفترة الفترة الرومانية زي واخدين بالكم. فدي القبور الأرجح هي تؤرخ لفترة نيقوديموس ويوسف الرامي. هنا في حاجة تحت؟ فين؟ هنا في حاجة تحت؟ لا، هي بعض الآثار. تمام. نروح بقى نشوف المكان اكتشاف الملكة هيلانا للصليب. بالضبط، هنروح مع بعض نشوفه. هو في الحقيقة المكان اللي هنروح نشوف المكان اللي هنا قبر يوسف ونيكوديموس. هنا ايه؟ قبر يوسف ونيكوديموس. وهننزل نبص على مكان اكتشاف الملك اهلنا للصليب، قبر يوسف ونيكوديموس. وهنا صورة لوقا الطبيب اللي رسمها للعذراء، الصورة الأصلية القديمة اللي لوقا الطبيب رسمها للعذراء. وهنروح دلوقتي على مكان اكتشاف يوسف ونيكوديموس، على مكان اكتشاف الصليب.
اوكي احنا هنا نازلين عشان نشوف موضوع الصنبار الثلاثه اللي اكتشفت من خلال الملكه هلاله. دي هنا تبع برضه روم هنا؟ هننزل هنا تحت، بس قبل ما ننزل امال هنا كنيسه ايه هنا؟ بقول لكم هنا في كنيسه ثانيه دي للارمن، خاصه بالارمن، وعلى فكره هناك الصليب كمان بالشكل الارمني يختلف طبعا بمضمونه شويه عن الصليب الارثوذكسي القبطي والصليب اللاتيني الكاثوليكي، فكل مجموعه لها خاصياتها. حتى الصور هنا الايقونات اللي انتم شايفينها هي مرسومه بشكل ارمني، فبص حضرتك يعني ازاي بقى حتى اللبس، البعض اللبس هو اكثر متشابه للصفات الارمنيه واللبس اللي كانوا يعتمدوه، فهي تختلف عن اللوحات الأرثوذكسية واللوحات الكاثوليكية. دي القبة اللي موجودة في ساحة السلطان، دير السلطان فوق. صحيح. لناحية الكنيسة نعم بتاعتنا احنا. نعم. هلا في يا اخوانا اللي صار ايه؟ الحسيف السهلي لا معنى طيب. طبعا حطينا من القرون متفوتة جيد. بس طبعا الفسيفساء الاصليه ما بقتش لغايه الوقت لانه صار تهديم للكنيسه، الكنيسه تهدمت. هلا اذا اللي صار انه الملكه هيلانا جت وحاولت تحاول سنه كامله ما قدرتش تعرف فين موجود الصليب المقدس. فايه اللي صار؟ جه واحد عجوز وقال لها انا اعرف هو فين، فهي ادته ذهب وهو دلها، فكان ده مكان للحاويه، مكان ايه؟ للزباله يعني، يكبوا فيه الزباله، وكان مطموم يعني مليان بالزباله. فجت ولوجدت بالفعل الثالث صلبان موجوده هناك بعد ما نظفوا ويطلعوا كل الحاجات الوسخه الزباله بعيد عنكم. اكتشفوا الصلبان، وطبعا هي جابت واحد ميت وعدى عليهم الثلاثة، فواحد منهم لما عدت عليه صارت معجزة وإنه قام من بين الأموات. بس رجعوا الصليب، إيه اللي صار؟ أجزاء منه اتحركت، صار في حريق خاصة بفترة الفرس. يعني هو الصليب كان هنا بال 614 الفرس ده وحركوا، ضل بقايا بسيطة من الصليب المقدس الحقيقي. جو هنا. تعالوا شوفوا. الحيطة هنا فيها حاجة، هم كانوا حاطينه، أيوة كانوا حاطينه بشكل غامق حتى يعني في المغارة زي كده، وكمان منزلين لتحت عشان يصعب على أي شخص إنه يلاقي أو يوجد الصليب المقدس. في عندنا فورنسكو اللي هي لوحة كمان بتبين هو هنا في المكان اللي وجدوا. كان هنا في الموقع ده الصليب المقدس. يعني ده مكانه في كمان فوهة كان أعمق من كده، ما كانش لسه عالي زي كده، كان أعمق من كده. طب هي الملكة لما اكتشفت الصليب سابته هنا في القدس ولا خدته وديته القسطنطينية؟ خدته وديته للقسطنطينية، بس قررت انها ترجع اجزاء منه هنا، بس للاسف الفرس ب 614 عملوا حرق، ما كان عندهم صفة انه دائما يحرقوا. ايوه قبل اي منطقة يدخلوا عليها يحرقوها بعدين مش يسلبوها. فاجوا وحرقوا بعض الاجزاء من الصليب المقدس، بس الحلو انه هم وزعوا كثير من اجزائه لعدة كنائس. الجزء اللي هو الصليب المقدس يا اخي، بس كان تحت يعني اغلى من صليب يسوع المسيح. ده الجزء اللي موجود هذا الجزء طبعا الارض اللي هنا، بس هنا المكان اللي اكتشفوه يا ابونا مش جزء من الصليب. لا لا لا، اذا خلوه هنا حيخلوه او يحرقوه، بس هو موجود خاصه كلنا حنطلع مع بعض.
بعض. طب الحيطه هنا قافلين عليها ليه؟ دي كانت رسومات كان الكنيسه. قافلينها بالظبط لان في عندك هنا رسومات زي ما انتم شايفين بتبين الصليب، فدي بفترات مختلفه. هل البعض يؤرخها الى الفترات البيزنطيه، البعض يؤرخها للفترات الصليبيه، بس هي الارجح للفترات البيزنطيه لانهم جو هنا البيزنطيين كمان وحاولوا يساعدوا في بناء الكنيسه. بس طبعا الكنيسه الاولى اللي بنتها الملكه هيلانا ب 326 هو ده. شكرا تعبنيك حبيبي. عفوا ابونا عفوا.